طيب ما دام الأجواء حلوة وأنا واقف كذا ولا كذا، بقولكم قصة، مستعدين؟ يحكى أن إعرابي رزق بثلاثة أولاد، ولقلة الأسماء حينها سمى الأول عبد الله والثاني عبد الله والثالث عبد الله. الشايب هذا جاءت لحظة الموت، نادى عياله الثلاثة، قال لهم عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث. استغربوا، قالوا ما في إلا حل واحد، نروح للقاضي، والقاضي في وسط المدينة، هم في البادية عايشين. فأتوكل على الله وطلعوا من مكانهم رايحين جهة القاضي في المدينة. وهم في الطريق قابلوا واحد مضيع بعيره، فقال لهم ما شفتوا بعير ضايع؟ جاه الأول منهم وسأله، جاه الأول هل بعيرك أبتر يعني ذيل مقطوع؟ قال نعم. وفرح الرجال، قال بس شكلهم لقوا بعيري، بدأوا يوصفون. سأله الثاني هل بعيرك أعور يعني واحدة من عيونه ما يشوف فيها؟ قال نعم. فسأله الثالث هل بعيرك أزور يعني أعرض؟ بعد السؤال الثالث قالوا له لا والله للأسف ما شفنا بعيرك. الرجل صاحب البعير شك إنهم كذابين وقال لهم لازم أوديكم للقاضي واشتكيكم، أنتم سارقينه. قال لهم امشوا معي للقاضي. قالوا ريح نفسك، احنا أساسا رايحين للقاضي، عندنا قضية نبغى يحلها. فتوكل على الله الأربعة الآن، صاحب البعير والثلاثة. وصلوا القاضي، دخل صاحب البعير شرح القضية، قال يا شيخ أو يا قاضي، هؤلاء وصفوا بعيري التائه وفي الأخير قالوا لم نره. وشرح لهم وشرح للقاضي المواصفات اللي قالوها الثلاثة. فاستدعاهم القاضي واحد واحد وسأل كل واحد ليش أنت قلت الصفة الفلانية. سأل الأول قال ليش أنت قلت هل بعيرك أعور؟ قال لأني شفت العشب مأكول جزء منه وجزء لا، فتيقنت أن يرى بعين وعين. وسأل الثاني قال لي ليش قلت أنت بعيره أبتر يعني بدون ذيل؟ فقال الله يعزكم طبعا أن البعير فضلاته ينثرها بذيله، لكن هذه شفتها متكومة عرفتها دل. وسأل الثالث قال ليش قلت أنت أن البعير أزور يعني مايل؟ قال لأني شفت وطأة خفه الأيمن أثقل من اليسار فتيقنت أنه أعرج. هنا القاضي برأ الثلاثة لأن أعذارهم مقنعة، وقال راعي البعير للأسف أنت كنت شاك في ناس خطأ ومالك شيء عندهم. والحين جاءت اللحظة الحاسمة، قال لهم أنتم مش قضيتكم؟ قالوا لا إحنا قضيتنا مطولة ومعقدة وتحتاج فترة. وش هي؟ شرحوا له القضية كذا وكذا وكذا. قال القاضي فعلا قضيتكم معقدة وتحتاج وقت، لكن ادخلوا غرفة الضيافة استريحوا فيها وبنقدم لكم الطعام إلى بكرة، وإن شاء الله خلال هذا الوقت أنا بحاول أحل هذه القضية. ادخلوا الغرفة، قدموا لهم الطعام. أول ما جاب المضيف الطعام واحد من الأخوان حرص أخوانه، قال انتبهوا ترى في إذن تنصت علينا وفي جاسوس أرسله القاضي. حط الصحن حق الأكل عندهم. واحد من الأخوان أول ما حط الصحن قال الأخوان انتبهوا ترى اللحم هذا لحم كلاب. الثاني على طول وراه قال اللي طبخت الأكل حرمة حامل في الشهر التاسع. الثالث وش قال؟ أما الثالث فجر قنبلة مدوية، قال ترى القاضي الذي سوف يحكم بيننا ليس بابن حلال، هو ابن حرام، والأذن اللي تنصت ما زالت موجودة. أصبح الصبح وصلوا وراحوا لمجلس القضاء. الأذن اللي كانت حاضرة الجلسة نقلت الجلسة كما هي للقاضي بالتفاصيل. استدعاهم القاضي لمجلس القضاء وسأل الأول ليش قلت لحم كلاب؟ قال لأن اللحوم اللي نأكلها الاعتيادية لحم الأبقار والأغنام تبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم، أما الفئة الكلبية والسبعية تبدأ بالعظام ثم الشحم ثم اللحم. فاستدعى القاضي الطباخ وسأله هل هذا كلام فعلا صحيح؟ قال الطباخ يا حضرة القاضي فعلا الكلام صحيح، لأن الغنم سرحت الصباح ولا رجعت وتأخر الوقت ولا حصلت إلا كلب الحراسة عزكم الله فذبحت للضيوف. سأل الثاني ليش قلت إن اللي طبخت الأكل حرمة في الشهر التاسع؟ قال لأن رغيف الخبز النص الأعلى مستوي والنص الأسفل غير مستوي، هذا دليل إن بطنها غطى عليها. سأل القاضي الحاشي هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ قالوا نعم اللي طبخت الأكل حرمة حامل في الشهر التاسع. الآن جاء دور السؤال القنبلة، سأل الثالث ليش قلت إني أنا ابن حرام؟ فأجاب عليه إجابة قوية، قال الثالث ليس من شيم العرب أن ترسل على ضيوفها جواسيس تنصتوا عليهم، فهذا أثبت لي أنك ابن حرام ولست ابن حلال. ذهب القاضي إلى والدته ليتأكد، قالت لهم ما هي والله صح، أنت صراحة ما أنت بولدنا، وشرحت له القصة من وإلى. فرجع القاضي لهم قال أنا الآن معاي الحكم النهائي في قضيتكم. قال اللي قال إنه لحم كلاب يرث، واللي قال إنه اللي طبخت حرام في الشهر التاسع يرث، واللي قال إني ابن حرام لا يرث. قالوا له ليه؟ قال لأنه باختصار لا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام مثله،
فعادوا الإخوان إلى والدتهم وسألوها، وطلع فعلا الثالث لاقيه أبوه عند مسجد طايح.